طيب قول لي، لو رحنا بقى سافرنا تشاد واحنا قاعدين معاك كده، تحب تحكي لي عن ايه هناك؟ يعني احنا دايما مشغولين بثقافه المجتمع، مثلا في الجواز، الجوازات بتبقى ازاي، بيبقى شكلها ايه، دي بتبقى ثقافه كده بيبقى دمها خفيف، وكل شعب بيبتكر حاجه خاصه بيه، وبتبقى نكهه البلد الحقيقيه في الطقوس الخاصه بالجواز. نعم، هو الزواج اولا الاختيار، هو في الغالب يعني مش مثلا زي هنا، غالبا الشاب ممكن يختار وحده ويكون في انسجام وبعدين تعارف ويعيش فتره طويله بعدين يتزوجوا. احنا عندنا احيانا القبول هو صعب، يعني الشاب ممكن يختار بس لما يجي يقول انا اخترت وحده يقول له لا، الوالد والوالده والاسره يقول لك لا، احنا اللي نختار لك لانه احنا عارفين مصلحتك اكثر من نفسك. هنا مشكلة يعني. بعدين في الغالب الناس بتنخدع، وفي مظاهر يقول لك أنت شفت كده بس، يعني ده إنسانة تعيش مع عمرك وكلام من هذا القبيل يحاول يقنعك. طيب أنت يا إما ترضى بالأمر الواقع ويختاروا لك، يا إما تختار أنت. طيب لما يكون الزواج، هنا بقى السيناريو، كل واحد يعني عاوز يعني يخلي ابنه يتجوز يعني زواج يعني راقي، زواج مثالي المجتمع كله يتكلم به. والصاحب الوالد البنت نفس الحكايه. فبالتالي تلاقي يكون المصروفات ومهر تكون غاليه جدا في معظم الاحيان، لكن بس في القبائل اللي هم ساده في البلد اللي عندهم مكانه يعني عاليه شويه. فبالتالي ممكن تجد الولد ما عنده مصاريف مثلا تكفي، مثلا حالته الماديه ما تسمح ان هو يعني يدفع مهر ده. لطالما الاسره هم يختاروا له زوجه هم يدفعوا له عادي. يعني لكن لو هو اللي مختار هو بقى يصرف لوحده بقى، يرفعوا ايديهم الموضوع. لما هو ينفرد برايه يتدبس يعني يعيش الحاله. يتدبس. يلا انت اخترت، انت ركبت راسك وعملت اللي في مخك، يلا يتصرف. لكن لطالما هم يختاروا له، العيله مختاره فالعيله هتدفع والعيله تتكفل بالمصاريف. طيب عيله دي لو مش قادره تدفع، هنا في شيء حلو جدا، اسره الثانيه هم يدفعوا من عندهم، مثلا دول يدفعوا دول يدفعوا من غير ما حد يقول لي تاني يدفع. مشاركه من غير ما يقعدوا يتفقوا انتوا هتجيبوا كذا واحنا هنجيب كذا والكلام ده. انت هتقدم لنا مثلا، هنقدم لكم مثلا يعني 50,000 جنيه مصري مثلا. هم شايفين ده مش كافي، طيب احنا هندفع كده. يعني كل شيء يكفي ويوفي يعني. وحتى بعدين يعطوه مصاريف ويعني يفتح له شغل وبعدين يدعموه حتى يصير شخصيه يمكنوه. يعني كده فهم يعني ثقافه بنشتري راجل. طيب لو رحت معاك بقى لتكلفه الزواج، انت قلت لي مثلا 50,000 جنيه، لو حطينا المتوسط بتاع التكلفه هناك تقريبا قد ايه؟ هو ما في يعني تكلفة محددة معينة، المتوسط سواء باشتراك الطرفين أو بيتحملها طرف لوحده. في كل حالة تكون أكثر حسب الأسرة. مثلا 50,000 جنيه ممكن ناس تتزوج، لا ناس ممكن 80، ناس تانية لا 200. يعني وما في شيء محدد. دي التكلفة الخاصة بإيه؟ يعني في يكون فيها المهر ويكون فيها الإيجار وبيت ولحد زواج يكتمل. هذا تكلفة عامة. وإضافة إلى ده يعني الشخص اللي بيحب يعطي، يعني أنت بتحب تعطي كم؟ أنا بحب أعطي كده. حسب طاقته. في ناس أصلا ممكن تجد الشاب ما عندوش حاجة لكن هم يتكفلوا يزوجوه. يعني ودي يختلف. ما فيهاش عيب وما حدش بيقول له إحنا دفعنا وعملنا. لا هو ينحرج الشاب، هو ينحرج بس يعني الأسرة والناس بتاخذ مع بعضيها وكده. لكن هذا نادر. يعني غالبا لو يتزوج لازم يشتغل. عشان يكون وتكون الأول نفسك وبعدين انت. دي ثقافة عامة. طيب.